بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في طاعة أولي الأمر، فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. عن علي بن أبي حملة قال: سمعت مسلم بن يسار وسمع يدعو رجل على رجل ظلمه، فقال له مسلم: كل الظالم إلى ظلمه، فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل، وقمن لا يفعل. في حديث قبله أثر عن نوح عليه السلام، عندك: مر نوح عليه السلام بالأسد فضربه برجله فخمشه الأسد فبات ساهرا، فشكى نوح ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله إليه: إني لا أحب الظلم. عن مجاهد قال: مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، هذا من التابعين، يقص هذا الخبر عن نوح عليه السلام. بين جبر ونوح آلاف السنين، ولا يعرف صحة هذا الخبر، وجد في الكتاب فنقرأه للطلبة، معناه قريب من الصحة، لكن فيه بعض مناكير سنبينها. يقول أن مجاهد يقول أن نوحا عليه السلام، هو هذا الحديث هذا الأثر جعله البيهقي تحت باب الظلم، فقال: مر نوح على أسد فركضه برجله فخمشه الأسد. انظر الإسناد إلى نوح من أولي العزم ممن اصطفاه الله عز وجل من بين العالمين، يركض حيوان من خلق الله برجله دون سبب، دل على أن الكلام نسبته إلى نوح القلب فيه شيء. ثم إن نوح بعدما خمشه الأسد شكى إلى الله عز وجل، مو شكى الأسد، شكى ما به من سقم، لأنه آلمته الخمشة، فطلب من الله عز وجل أن يبرئه من ذلك. هذا معنى شكى، يعني ما شكى كذا، لأنه لا يليق أن ينسب إلى نبي. الشاهد أن الله عز وجل أوحى إليه هذا القول: إني لا أحب الظلم، يعني ما حصل منك بظلم، وأنا لا أحب الظلم. لا أحبه يعني بمعنى أني أكرهه فأحرمه وأمنعه،
أن تعاملت معصية فلا بد من جزائها. المعنى هذا صحيح، إسناده إلى نوح القلب فيه شيء، يعني ليس في منصب النبوة أن يحصل منه هذا الفعل، لكن المعنى في عوام المسلمين صحيح. اقرأ ما بعده. عن ابن أبي حامل قال: سمعت مسلم بن يسار وسمع يدعو رجل على رجل ظلمه، فقال له مسلم: كل الظالم إلى ظلمه، فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن ألا يفعل. هذا الرجل الصالح سمع رجلا يدعو على رجل، لابد عرف من سماع الدعاء أن هذا مظلوم ذاك ظالم، يدعو عليه يعني يدعو عليه بمصائب وأن الله يفعل به ما يفعل، وهذا شأن المحزون المكروب المقهور، لأن المصيبة إذا جاءت من ابن آدم على ابن آدم يقهره ذلك، ولو فعل هذا بنفسه ما يحصل ذاك الألم، ولو أنزل الله عليه آفة لا يحصل ذلك الألم، لأنه ليس باختياره فيصبر، لا بد من صبر، لكن إذا جاءه من مخلوق مثله يصيبه القهر، وهذا مشاهد، هذا لا يحتاج إلى إثبات. المرء يتألم من أذية أخاه أو صديقه أو أحد الناس، لكن لا يعلم لو أنه مشى فصدم أو أنه وقع عليه شيء من الحائط فتألم، لا يحصل منه هذا الإزعاج. فهذا المظلوم فيه قهر لأنه عجز عن الانتقام والانتصار لنفسه وظل يدعو، هذا نسمعه كثيرا من الناس ومن أنفسنا. إن لم يعلم المرء أن ما حصل له بعدل وحكمة، العدل يعني أنت تستحق ذلك، والحكمة أن الله عز وجل علم أن ما أصابك لأمر قضاه الله عز وجل لعلمه أن الكبرياء عندك والفخر والتعدي والشموخ وعدم التواضع إنما يصلحه مثل هذا وغير ذلك من الحكم، فيه حكم كثيرة جداً. إن لم يكن هذا ولا هذا فإنه من باب رفع القدر وتعليم الصبر، لأن الله يهيئه لشيء غير ذلك. هذا لما حصل له ما حصل ظل يدعو، قال مسلم بن يسار: يا هذا خلي الظالم إلى ظلمه، خلي الظالم إلى ظلمه يعني احرص أنك لا تقلل عليه سوء هذا الذنب، فإنك إن دعوت نقص ما عليه من وزر فيعاقب بقدر ما بقي من دعائك، وأحيانا يكون الدعاء استوفى فلا يعاقبه الله لأنك أخذت حقه. خل الداعي الظالم إلى ظلمه. ولذا كان بعض التابعين إذا بدأ الإنسان يسرق، إذا رأى الإنسان يسرق رغما عنه أو عن غفلة قال: لا تدعو عليه، فإن الله عز وجل يأخذ حقه، فإن الله عز وجل يأخذ حقه من هذا الظالم، وعقوبة الله يا عبد الله أشد من عقوبتك، أنت قد تؤلمه وتؤذيه فتأخذ قدر حقك، لكن الله عز وجل إذا استوفى من عنده لا يتحمل المخلوق ما يعاقبه الله به من عذاب. قال: خلي الظالم إلى ظلمه، ثم اسمعوا ما يقول، اقرأ بقيته. فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن ألا يفعل. خلي الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه، يعني فإنه معناها الظلم، لكن لابد أن تقدر مع الظلم كلمة، فإن عاقبة الظلم أسرع إليه، أسرع إليه معنى يعني أسرع في النزول والإصابة من دعائك. يدعو الإنسان
قد يستجيب الله له في إنزال العقوبة على الظالم، وقد يدخرها، وقد يكون هذا من باب الكفارات. لكن إن سكت ولجأت إلى الله فإن عقوبة الله أسرع من دعائك إليه. والناس لا يلتفتون إلى هذا ولا يدركون الحكمة من ذلك. إذا علم المرء أن ما يجري في الكون بتدبير منه سبحانه، ما حصل شيء عبث، ما أصابك قدرها الله عز وجل، وما أصابك من عدله ليس من جور وتعد، أي أنت تستحقه. فيلجأ الإنسان إلى الاستغفار والتوبة، ويعلم أن ولذا إذا سمعت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه قط، يعني ما يحصل له من أذى وكلام ويسمع، ما أخذ حقا لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله أمامه لا يقوم أمامه شيء. هذا معنى يغضب لله ويحب لله، وهذه أعلى درجات الإيمان. عدم معرفة العبد بربه أنه وحده المتصرف في هذا الكون، لا يجري شيء إلا بقضاء وقدره، يستسلم المرء ويرضى. عدم معرفته بذلك والجهل هو الذي يثور ثم يؤججه الشيطان وهوى النفس في الانتقام، ويحصل من وراء ذلك عواقب لا يحمدها المرء. قال خلي الظالم إلى ظلمه، يعني دع هذا الظلم تراكب، لا تحاول أن ينقص منه شيء، فإن عقوبة الله أسرع إليه من دعائك. ثم استثنى، يعني جعل قيدا، اسمعوه اقرأ. فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن ألا يفعل. ما جزم، قال أسرع عقوبة إليه، بل استثنى، قال إلا إذا تداركه الله بشيء من رحمة، لعل الظالم استغفر وتاب وتصدق وندم وعمل من الحسنات أعمالا عظيمة، قال إلا أن يتداركه الله برحمة، وإلا عقوبة الله أسرع إليه من دعائك. إيش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أنك إذا ظلمت يا عبد الله إلجأ إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة، وأنه سبحانه يكافئ من ظلمك إلى هذا القدر. فإذا عرفت أن إنسانا شره يصل إليك، حاول أن يكون أقصى ما ترغبه وتطلبه من دفع الأذى، قل اللهم اكفنا شره، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. لكن لا تقول اللهم أحرقه ودمر عليه وأعمل كذا، هذا لا ينبغي. والناس تلجأ إلى الانتقام بأساليب، منهم من يغدر به فيخون ماله، ومنهم من يلجأ إلى ساحر فيدفع له المال، اسحر فلان، ومنهم من يلجأ إلى العائن، عن فلانا، يعني أصبه بعين. وأساليب الناس كثيرة، وأكثر ما ترون من العائن الذي وقع عليه عين الحاسد ومن المسحور ومن المصاب بآفة، إذا عنده شيء من عقل وأدرك أن الله عز وجل لا يخفى، محيط علمه بكل شيء ومحيط قدرته بكل شيء، فهم أن هذه ما حل به يرجع إلى ذاك الأمر. أما الغافل والمنافق والذي لا يعلم سعة شمول علم الله وقدرته ينسى هذا، لا يدري، يقول هذا الظالم هو الذي فعل، وإذا بدأ يصرخ ويعول ويحاول أكله الله إلى نفسه. نعم. عن الرصافي قال: ذكر رجل من بني مروان عند أبي جعفر وأنا عنده،
فقال كف عنهم فوالله لا أعمالهم لا تسرع فيهم من السيوف المشهرة عليه. ذكر رجل من بني مروان عند أبي جعفر، أبو جعفر من آل البيت، ووالده علي بن الحسين، يقول وبنو مروان، بنو مروان يعني هم الأمويون، يرى أنه يرون أن بني مروان أخذوا شيئا من الحكم عنهم أو ظلموهم. جاء رجل يدعو على بني مروان يعني بني أمية، هذا الرجل الذي يدعو إما أن يكون من الأشراف من جماعة أبي جعفر أو يكون يتزلف، لأن بعض الناس من حذقهم في اكتساب ما عند الناس ولهم طمع عجيب، يسأل عنك قبل أن يصل إليك ويأخذ أيام، فلان من هو وأين يسكن وما كنيته ما هو عمله، حتى يتقن ذلك أتقانا ويخبر عن حاله، هل هو مظلوم أو مسرور، ما الذي حصل له، ثم يأتي بجانبك فيسرد بعض الوقائع. ليس هذا شأن الذين يريدون سلب الحقوق، حتى الذين يبيعون ويشترون يفعلون هذا، إذا علموا أن فلان يرغب في الشيء الفلاني سعوا إليه، وإذا دخلوا عليه ما يدخلون عليه بالمجاهرة، أتقنوا حذقهم في سلب الأموال والضحك على الناس. أنا جبت هذه الأمثلة لأجل أن أقول أبو جعفر سمع هذا يدعو على خصوم أبي جعفر، هذا عشان ننبه عليه، ولما يدعو عليهم قد لا يكون مظلوم ولا شأن له ببني مروان، لكن أراد أن يرضي هذا لأن له حاجة، هذا شأن كثير. احرص يا عبد الله أن من جاءك لشيء ترغبه كخطبة فتاة أو شراء دار أو قيام بشراكة، ويأتي من يدلس عليك بعد أن أخذ بعض أخبارك ويثني على تلك الجهة أو يذمها، لأنه إذا ذمها اطمأن إليك هذا، لأنه علم أنك لست من خصومه بل تساعده، فيقربه، ثم بعد ذلك يقع حينئذ في شراك هذا المعتاد. لو تتبعت أمور الناس وقصصهم، القضاة يعرفون شيء كثير من هذا. هذا قام يدعو على بنيه، قال يا فلان لا تدعو عليهم، هو قد يكون محق وغير محق الله أعلم، لكن نفهم مما يحصل من مجريات الناس هذا الأمر، قال لا تدعو عليه. قال والله إن أمر الله أسرع إليهم من سيوف العدو، أو بمعنى هذا اقرأ العبارة، فقال كف عنهم فوالله لا أعمالهم لا تسرع فيهم من السيوف المشهرة. والله إن لأعمالهم يعني أعمالهم السيئة، لابد في أعمال سيئة والله أعلم ما يخلو، قال أسرع إليهم من سيوف أعدائهم، يعني إذا رأيت العدو يعني في الدين مو في الدنيا، إذا رأيت العدو يعبث ويعمل ويفعل المناكير لا ينبغي أن تقول كما يقول هؤلاء الذين يظلمون. قال المجاهدين يصلوا وهؤلاء في مواخير سكر، عجيب، أتريد من واحد لا يؤمن بالله ويؤذي المسلمين أنه ما يسكر، ثم يندد فعلوا بنا، هذا عدو لله، في عدو لك في دينك، أترغب منه أنه لا يحطم الأطفال ولا يكسر ولا يبقر بطون النساء؟ ليس من شأن المسلم أن يهجن هؤلاء يفضحهم أمام الناس، لا يا عبد الله، هذا شأنهم وهذا الذي يتوقع منهم، إنما حذر المسلمين المغفلين
أنهم يعظمون هؤلاء إن لم يعظموهم صادقوهم، وإن لم يصادقوهم أعانوهم من حيث لا يشعرون، اشتروا بضاعتهم ودخلوا معهم في تجارة واستأنسوا. إن جئت من هذا الباب فبين، وإلا أنهم تقول انظروا كيف فعلوا، هذا الواقع هو الذي يتوقع منه. ولذا ما تقرأه أحياناً أو تراه من وسائل الإعلام في هذه السبل، سبل أناس ما عرفوا حق الإيمان ولا عرفوا شرع الله ولا سلوك هؤلاء المجرمين. الشاهد قال إذا رأيت المجرم زاد في عتوه فاعلم أن شدة ظلمه هي التي تؤدي إلى هزيمته وانكساره. كان المسلمون إذا حاصروا حصن، تعرف معنى الحصن؟ يعني ما يحاط بدار المسلمين من قلاع وبناء عظيم، عجزوا عن فتح بعض القلاع، جلسوا أشهر أو أيام طويلة، ثم سمعوهم أنهم يشتمون محمداً صلى الله عليه وسلم. فرح المسلمون، مو فرحوا بالشتيمة، لا، علموا أن الله سينتصر لنبيه. هذا جرم كبير وهو أسرع في العقوبة. فرحوا أن نصر الله قرب والفرج حل أن يزيح الكرب. وكذا إذا رأيت الظالم يفعل بالمظلوم لا ينبغي يا عبد الله أن تساعده على الولولة والصياح، مره بالصبر، فإن كثرة ظلمه تسرع في عقوبته. اقرأ ما بعده. عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن ابن عباس قال أوحى الله عز وجل إلى داود: يا داود قل للظلم لا تذكروني، فإن حقا علي أن من ذكرني أذكره، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. هذا خبر لعله أخذ من أهل الكتاب، قال إن الله أوحى إلى داود، ما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس: يا داود قل للظلم لا يذكروني. إيش معنى لا يذكروني؟ ما يبدأ بالتسبيح والتحميد والتمجيد وسؤال الله، قال أخبرهم ذكر الله يعني باللسان والحمد والثناء والتمجيد. اذكروني أذكركم، أي بمعنى ادعوني، لأن دعاء الله لابد أن تذكره بأسمائه الحسنى وصفاته، يا رب يا كريم يا رحيم. قال الظلم أخبرهم لا يذكروني، إنهم إن ذكروني سأذكرهم، ذكري لهم أن ألعنهم. لعنة الله يعني إبعادهم عن الرحمة. عن هذا فيه تحذير أن الظالم حين يريد ذكر الله عز وجل يتطهر قبل الذكر. ومن علم من نفسه كثرة الذنوب، الاستغفار أولى به من التسبيح والتحميد والتمجيد. أما من علم أنه جاهد نفسه في ذات الله وفيه ما يحصل من بني آدم من الذنوب، يجمع بين الاثنين، يستغفر ويسبح. أما يمسك السبحة وكذا وهو يتاجر في الربا، أو يعمل هكذا ويجلس في المساجد ويترك عماله يفجرون بالناس، هذا فيه غفلة، وظن أن هذه الأفعال تنجيه من سوء عاقبة ما يفعل. اقرأ ما بعده. عن أبي هارون العبدي سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يظلم رجلا مظلمة في الدنيا لا يقصه من نفسه إلا أقصه الله منه يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف، بل إنه شديد الضعف. شديد الضعف هكذا يقول من خبر إسناد هذا الحديث، ولم يجرؤ أن يقول موضوع يعني مكذوب، لأن بعض رواته لا يبلغ مبلغ الكذب. لكن الحديث فيه نكارة، وجه النكارة منه
أن أبا سعيد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ظالم يقوم بمظلمة ثم لا يقص ذلك من نفسه، يعني ما يذهب إلى المظلوم يقول يا فلان أو قاعد يعني لمستك بشيء من الذنب أو قعت عليك شيئا من الذنب اقتصه، إن أخذ مال يأخذ مال وإن اغتاب يقول له كذا وإن فعل، يقول ما من ظالم يفعل ذلك. الحديث اقرأه مرة أخرى، ما من عبد يظلم رجلا مظلمة في الدنيا لا يقصه من نفسه إلا أقصه الله منه يوم القيامة، لا يقصه من نفسه إلا أقصه الله منه يوم القيامة. وجه النكارة في الحديث هذا ما ورد، الذي ورد خلافه أن المظلوم إن كانت حقوقا ردها للظالم ثم استعفاه طلب منه العفو، وإن كان غير ذلك من الشتم ما يقول اشتمني، وإن زنى بامرأته ما يقول تعال زنى بامرأتي، لا ما يقصه منه. لكن الذي يفعل أن بعض مظالم العباد يعجز المرء عن أن يقول لفلان أنا فعلت معك كذا وكذا، لأنه يتولد منه أمور أفظع من الاستسماح، لكن يدعو له قدر الإمكان ويستغفر له ويعمل من الصدقات ما هي ماحية لذلك. فهذا الحديث فيه هذه النكارة لأنه يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد أن يستسمحه ويطلب منه العفو وإن كانت حقوق مسلوبة يعيدها إليه وإن مات يعيدها إلى ورثته، أما أنه يقول اقتص مني هذا مخالف لما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما معنى. عن ابن شهاب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أما بعد فاتق الله في من وليت أمره ولا تأمن من مكره في تأخير عقوبته فإنما يعجل العقوبة من يخاف الفوت. أما بعد، هذه كلمة يأتي بها الخطباء ويأتي بها من يفتتح الكلام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حمده، يقول أما بعد، يعني سأقول أمرا بعد ثنائي على الله وصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، يعني أما بعد ما ألقيت عليكم، هذا افتتاح الكلام. ويقال أن من قالها كذا فلان من العرب أو كذا من الأنبياء، والشاهد أنه قال أما بعد، كتب له بعد ثنائي بعد حمد الله وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد إن انتبس ما أقول لك، أما بعد فاتق الله في من وليت أمره، كتب إلى بعض عماله، العمال جمع عامل، والعامل في اصطلاح أولئك القوم هو الذي يتولى أمر المسلمين في ولاية، إما أن يكون يجمع الزكوات فهذا عامل، أو يكون أميراً على بلدة فهذا عامل، أو عريف على فرقة فهذا عامل. كتب إلى بعض عماله قال اسمع ما يقول، قال فاتق الله في من وليت أمره، اتق الله فيهم، اتق الله في نفسك، يعني لا تكذب ولا تفعل المنكر ولا تتعدى حدود الله، اتق الله في أهلك، إيش معناها؟ يعني راعهم، قم بحقوقهم، لا تجيعهم ولا تجعلهم يلتفتون إلى غيرك، أرحهم. فإذا قال اتق الله في من وليت عليهم حسب ما سياق الكلام،
يعني لا تؤذي هؤلاء، لا تجور عليهم، لا تسلب أموالهم، لا تجعلهم يقفون على باب مكتبك، قم بأمورهم، أسرع في مطالبهم، أعطهم ما يستحقون، يعني قدر الإمكان، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء الأمر يأتي به ما استطاع بخلاف النهي، ما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فكفوا عما استطعتم، لا، لأن الكف ترك لا يؤدي إلى جهد بخلاف الأمر فيه تكليف، فقيد الله التكليف قال بما استطعت، قال اتق الله في من وليت عليهم، هذه كلمة قصيرة لكن تحوي جميع ما يقوم به الوالي من عدل وظلم، قم بجميع العدل الذي تستطيعه وكف عن سائر الظلم الذي يصل إليهم، اتق الله، ترى كلمة عجيبة وعظيمة دلالتها لا يمكن تحليلها في سطور ولا كلمات، فيقول اتق الله في من وليت أمره ولا تأمن مكره في تأخير عقوبته. الله عز وجل ما تصفه بأنه يكيد صاحب كيد، ولا تقول إن الله ماكر، لا، هذا ما ينبغي، قد جاء في الكتاب يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله خير الماكرين، هذا المكر مو مقابل المكر، المكر والكيد إن فعلت بمن يستحق فهي صفة مدح، إذا رأيت ظالم يكثر ظلمه على الناس ويؤذيهم وعجز الناس عن دفع ذاك الظالم عما يفعله وخرج من أحدهم فكاد لهذا الظالم، يعني تصرف تصرفا فيه حيلة وخفاء حتى أوقع الظالم ففتك به، يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد، لأنه توصل إلى كف شر الناس، كف شر على الناس، هذا الفعل محمود، والله عز وجل حين يرى الظالم لا تخفى عليه خافية، يمده بمال ويمده بسلطان ويعطيه من الدنيا، فتحنا عليهم بركات كل شيء، فإذا أمنوا، يسموه استدراج، لما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي نمهلهم ونزيدهم في العطاء، فيظنوا أنهم في خير وأن الله غير غاضب عليهم فيزيدوا في الإجرام، قال وأملي لهم، يعني أعطيهم مهلا من الزمن، ما أعاجل في العقوبة لأجل أن تكثر، وأملي لهم إن كيدي متين، كيده يعني ما يفعله به، إذا رأيت الظالم يا عبد الله يزيد في ظلمه ثم إن الله عز وجل يزيد في إنعامه، فاعلم أن الله يستجرجه ويكيد له، فإذا رأيت ما يحل بالمسلمين من ظلم في أصقاع الأرض وما يفعل الفجار لا تنسى عدل الله عز وجل، لله حكم يرضاها هو، نحن نتألم لا نرضى، لأن الحب في الله والبغض في الله، من لم يتحرك شعوره نحو المسلمين ويتأذى بما يرى ويسمع هذا قلبه ميت، والقلوب الميتة البعيدة عن الله عز وجل فإن الله بعيد عنهم، قليل ما تنالهم الرحمة، لابد أن تشارك الناس في شعورهم مما يحل بالمسلمين، فإذا رأيت ذلك تعلم أن الله عادل في ذلك، اختار الأقوام ليحل بهم ما حلوا ولا ذالوا ولا زولوا، مع ذلك يصرخون فين الأمم الفلان وفين فلان، وهذا ليس موقف أن يقول كذا، موقف استغفار واللجوء إلى الله، دل على أن هذا الكرب
لم يبلغ مستوى النضج لأجل أن يحول قلوبهم من التعلق بالبشر إلى الله عز وجل. ومع ذلك اطلب المؤمن أن الله يرفع عنهم الكر ويحيي قلوبهم، لأنهم الناس تكالبت عليهم، ما لك مال فلان وما لك دعوة فلان، هؤلاء لا يستطيعون أن يكشف الكرب، لا يكشفه إلا الله عز وجل. الشاهد هنا يا عبد الله لما قال اقرأ العبارة: ولا تأمن مكره في تأخير عقوبته، هذا قول عمر بن عبد العزيز للوالي، قال اتق الله في من وليت عليه، ولا تأمن مكره أي مكر الله عز وجل، ولا تأمن مكره في تأخير عقوبته، إذا تأخرت العقوبة فهذا لا تظن أن الله غافل، لا، الله عالم ويدري بما يحصل، وعقوبته شديدة إذا حلت، هكذا يقول. والإنسان المسلم ينبغي له ألا ينام وهو ظالم، إنما ينال وهو مظلوم، فاستريح، تعرف أن وراءك من يصون حقك ويأخذه، لكن ظليت تفكر كيف أنتقم وكيف أخذ حقي وكيف كذا، ظللت في وساوس، ثم قمت بدفع أموال إلى فلان وفلان كما يفعل المرتشون إذا ذهبوا إلى دائرة وعجزوا عن أخذ حقوقهم، أتوا بالوسائط، فإذا ما نفعت لجأوا إلى إعطاء الأموال. لو عرفوا حق المعرفة أن الله عز وجل لن ينال أحد عطاءه أو حقوقه الشخصية إلا إذا أخذ سلوك الطريق إلى الله عز وجل، لو منع الناس أن يفعلوا معك معروف ما استطاعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اعلم لو أن الأمة، يعني إنسها وجنها، اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، وبالعكس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرده الله لك ما عجزوا عن ذلك. الشاهد قال: لا تأمن مكر هؤلاء الظلمة والخونة إن رأيت أن الله أمحلهم ولم يعجل لهم العقوبة. ثم قال: فإنما يعجل العقوبة من يخاف الفوت، إنما يعجل بالعقوبة من يخاف الموت، الفوت. المرء يسارع، إن لم يأخذ بثاره قال هذا فاتني، إما مات ولا انتقل من الدار، هذا شأن الناس، يحاول ينتصر سريعا، فإذا عجز ذلك ذهب إلى أبنائه وأحفاده وحاشيته، لأن الإنسان ظلوم وجهول. قال: الذي عجل العقوبة بنو البشر، لأنه يخاف الفوت، الله عز وجل لا يعجزه أحد ولا يفوت عن قبضته أحد، فإذا رأيته أمهل لا عن عجز، وليس التأخير عن نسيان، إنما هو استدراج ومكر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: عند المرور بالمقابر من خارج السور، هل يشرع السلام على أهل المقابر أم المشروع عند الدخول إلى المقبرة؟ لا لا، إذا رأيت المقابر هذا ألق السلام عليهم، فإن ملك يوصله إليهم، وإذا لم ترى القبور ادعو الله لهم، فإن دعاءك يصل أثره إليهم. ومن ذهب إلى القبر أولى، لأن المرور على السيارات إنما أردت أن تدعو لهم، ولكن الموعظة التي من أجلها شرعت الزيارة للأموات يفقدها هذا اللي يمر بالسيارة، لكن دعا لهم. أما الدخول إلى القبر والوقف على القبور والدعاء لأصحاب الموت فيها فائدتين:
فائدتان: أنك دعوت لهم وهم أحق مخلوق عجزوا عن عمل الطاعات إلى دعاء المسلم يفرحون به فرح كثير، ثم إنها تذكرك يا عبد الله أن بعد قليل مصيرك إلى ما كانوا عليه، ولذا تقول في السلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم للاحقون. كلمة إن شاء الله ما هو تعليق، يعني إن شاء الله ما تلحقهم في الموت، هذا لا، إنما جاء به للتحقيق. تعرفون الفرق بين التحقيق والتعليق؟ تقول سأزورك غدا إن شاء الله، هذا تعليق لأنك ما تدري تحيا أو تموت، هل تصح أو تسقم، هل يأتي مانع فيمنعك من الزيارة، فتعلق هذه. ولذا ينبغي لكل من أعطى موعد أو طرب كذا أن يعلق الأمر. وفيه تعليق للتحقيق، يقول إن أحياني الله سأصلي غدا إن شاء الله العصر. صلاة العصر مفروضة عليك، وأنت أخبرت أنك إن أحييت، فتقول إن شاء الله للتحقيق ما هو للتعليق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. علم الله أنكم تدخلون الحرم بعد منع المشركين لكم، فجيء بكلمة إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق. نعم. يقول: هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟ هي بينا هذا فيما سبق، إن الصفات هي من أسماء، أن أخبرنا أن العبيد المربوبين المخلوقين صفاتهم من أفعالهم، ما تقول فلان كريم إلا بعد أن تعلم أنه أعطى أمواله وأعان من يستحق، ولا تقول فلان عفيف إلا أن يبلغك الخبر عن يقين أنه تمكن من شهوات وشبهات فتركها لله لا خوف بشر. وصفات المخلوقين إنما أخذت من أفعالهم، أما صفات الله عز وجل الخالق والرازق والمعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل، هذه ما أخذت من أفعاله، بل هي صفات لله سبحانه اتصف بها بنفسه، وصفاته من ذاته لا من شيء آخر اكتسبها منه. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.